أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. ما حقيقة ما يحدث في سيناء الآن؟ عاشت العريش مساء أمس ليلة دامية بعد الهجوم الذي قامت به مجموعات مسلحة على قسم شرطة العريش، مما أدى إلى مسرح 5 ضحايا، فضلا عن إصابة 19 شخصا في الوقت الذي اعتقلت فيه السلطات المصرية 5 أشخاص، بينهم 4 يشتبه في تورطهم في الهجوم على قسم الشرطة. وقد تعددت الروايات التي نقلها شهود العيان، وإن اتفقوا على أن نحو 150 شخصا مسلحا ملثما نظموا مظاهرة في العريش أطلقوا خلالها النار في الهواء. وتأتي أحداث العريش في الوقت الذي نظمت فيه قوى التيار الإسلامي بمصر أكبر تجمع لها أمس الجمعة، حيث شارك نحو 2 مليون شخصا في ميدان التحرير وعدد من المدن المصرية الأخرى فيما سميت مليونية الإرادة الشعبية وتوحيد الصف. للقراءة التحليلية لأحداث العريش يساعدنا أن يكون معنا سيادة لواء دكتور أحمد عبد الحليم، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك سيادة اللواء معنا، كيف كانت قراءتك لما حدث مساء أمس في العريش؟ عندنا عدد من الأبعاد يجب أن ننظر إليها. أولا، هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على مش بس قسم الشرطة، ولكن على أيضا أحد محطات الغاز التي تمد إسرائيل بالغاز. صحيح هذه المحطة مش شغالة دلوقتي، لكن تم الهجوم عليها أيضا الطويب في العريش، أيوة، لتأخير عملية إعدادها مرة أخرى، فكأن هذه هي المرة الرابعة على الأقل. لماذا أسأل سجن اسم الشرطة؟ لأن اسم الشرطة هناك عدد من المعتقلين في هذا القسم الذين يتم التحقيق معهم، وأعتقد أن الذين قاموا بهذه العملية لديهم رغبة أكيدة في إطلاق سراح هؤلاء الناس الموجودين داخل القسم. السؤال الذي يجب أن نسأله قبل أن نذهب للسؤال، سيادة، من هم هؤلاء المعتقلين في القسم وإلى أي جهة ينتمون؟ والله هو ما زال التحقيق يتم، وأنا مش بحب الحقيقة أسبق التحقيق في شيء. يعني على سبيل المثال النهاردة قالوا أن اتمسك، زي ما أنت قلت، اتمسك قبض على 5، وهناك آخرين أكثر من 5 تم القبض عليهم أيضا. صحيح. ولكن 5 الذين تم القبض عليهم الأولانيين جنسيتهم فلسطينية، الآخرين لم يستطيعوا أن يتبينوا ما هي جنسياتهم الحقيقية. معنى ذلك أن هناك جنسيات أخرى غير فلسطينية، وأن هذه العملية التي تتم بعدد ضخم من الناس من جهات أخرى متعددة. حتى بس أنا عايز أقولها برضو علشان ما نصيرش الرأي العام في مصر ولا حتى في العالم العربي، أنا مش بحب أربط بين ما يحدث في هذا الحادث واللي زيه بالضبط وبين ما حدث أمس في ميدان التحرير. ما اقدرش أقول إن والله السلفيين والإخوان كانوا مبارح في ميدان التحرير والنهاردة الناس اللي هجموا على هذه هذا القسم وهذه المواسير الغاز وإلى آخره كانوا من اللي يقولوا لهم هتافات إسلامية وإلى آخره. يبقى هناك رابط. لعل البعض كان يربط أن هؤلاء يحاولون أن يظهروا أن هناك شيء ما يحدث في مصر في الفترة الأخيرة، ظهور للإسلاميين هنا ثم هناك تفجيرات في سيناء. يعني مش عاوزين برضو، يعني أنا من الناس اللي ما بحبش أربط هذا الربط، لأن أنا أعتقد أن الخلافات الداخلية فيما يتعلق بالموجودين في ميدان التحرير سواء كانوا سلفيين إخوان مسلمين أو 170 ائتلاف الموجودين في الميدان، رغم أنهم متعددين وأهدافهم مختلفة وإلى آخره، لكن في النهاية هم يقوموا بعملية نوع من التفاعل الداخلي علشان يصلوا إلى عدد من القرارات. وإذا كان مطلوب منهم إن هم في هذه الجمعة يجب عليهم إن هم يصلوا إلى مجموعة من القرارات، وإن بدل الائتلافات الكثيرة دي يكون هناك ائتلافا واحدا. ننتقل مرة أخرى، ننتقل مرة أخرى عشان بس أنت قلت الحتة دي، وأنا أحب أوضح إن إحنا ما بنحب نربط هذا الربط. جميل. إلى أن يثبت بالدليل القاطع ونتيجة للتحقيقات أن هناك علاقة بين طرف ده وطرف ده. لكن حتى الآن الموجودين هم الناس اللي قالوا عليهم 5 فلسطينيين ومجموعة أخرى لم يستطيعوا أن يتبينوا جنسيته. تعال نشوف المسرح الجغرافي في هذه المنطقة. هذه المنطقة فيها مدينة العريش وشرق العريش ورفح، وعندنا قطاع غزة، وعندنا الأنفاق الموجودة المحفورة بين قطاع غزة وبين سيناء وأعدادها ضخمة جدا. وصحيح تم محاولات لقفل هذه الأنفاق، ولكن غير ممكن قفلها تماما لأنها مبنية بشكل يعني صعب تتبعها إلى آخر. ولذلك إذا كان هناك
فكرة أن هذه الأنفاق قد استخدمت لتمرير بعض الناس لهذه العملية هذا أمر محتمل. لكن إذا قلنا بقى السؤال اللي بعد، طب من الناس دي مين؟ هل هي ناس من قطاع غزة؟ هل هي من حماس التي تعتبر كما يقولون امتدادا للحركة الإسلامية في مصر؟ قد يكون، ولكن قد يكون أيضا جهات أخرى ذات مصلحة في أن يتم الاضطراب في مصر في هذا الشأن. طيب مين اللي يهمه أن يحصل اضطرابات في مصر؟ ما هو احنا عندنا دلوقتي اضطرابات داخلية في مصر، وعندنا اضطرابات موجودة في الإقليم كله في المنطقة، منها الاضطرابات الموجودة في سوريا واللي موجودة في اليمن واللي موجودة في ليبيا وإلى آخره. كل هذا كلام اضطرابات، وهناك عملية إعادة رسم خريطة المنطقة مرة أخرى. فخلال هذه العملية هناك بعض الأهداف التي يتم تحقيقها. إذن علينا أن نحدد المستفيدين من عمليات الفوضى التي تتم، وعمليات التي يجب علينا أن نضع في اعتبارنا أن احنا نقاومها، لأن هي دي الأمر الأساسي الذي يجرنا إلى الحقيقة. سيادة اللواء، حضرتك اديتنا رؤية عامة لما حدث في سيناء وقراءتك للأحداث، لكن إذا ضيقنا هذه الرؤية قليلا وقلنا من وجهة نظر حضرتك كخبير وفي هذا الشأن منذ فترة طويلة، من المستفيد الأول وراء ما يحدث في سيناء الآن، سواء ما حدث في العريش أو ضرب محطات الغاز وأكثر من مرة وصلت إلى أكثر من 4 مرات كما ذكرت حضرتك؟ أنا قلت هذا الكلام ضمن في كلامي، لكن أرجع أعيده مرة تانية. المستفيدين من هذه العملية الذين لا يرغبون في أن يمتد الغاز إلى إسرائيل بهذا السحر. خلاص، السؤال بقى اللي بعد كده، الشعب كله مش عايز إسرائيل تاخد الغاز بهذا السعر. عظيم، لكن الشعب كله لا يستطيع أن يقوم بعمليات فدائية وضرب نار وقتل وإلى آخره من هذا. في فرق بين هو مش عايز وفرق إن هو يمسك الRPG أو يمسك الرشاشات أو يمسك البنادق ويقوم بالهجوم ويقتل ضابط ويقتل عساكر ويقتل ناس ويقتل طفل في الشارع. فرق كبير جدا بين ده وده. فإذا اللي عملوا هذه العملية ناس محترفة من مصلحتها أن يتم قفل هذا الخط. ليه بقى قفل هذا الخط؟ هل لتحقيق مصالح لهم فيما يتعلق بالعلاقات الفلسطينية أو الفلسطينية الإسرائيلية أو العلاقات الأخرى الموجودة في المنطقة؟ يجوز، ولكن إحنا لا نستطيع أن نضع إصبعنا بالضبط على هذا الموضوع. إحنا كل ما نستطيع أن إحنا نفتح الموضوعات، أن إحنا نحلل، أن إحنا نشوف الأطراف ذات الفائدة وإلى آخره من هذا. هذه الأطراف علينا أن نفحصها فحصا دقيقا. زي ما قلت حضرتك ما كملتش الحتة بتاعتي، أن الأطراف التي لديها رغبة في أن يسود الفوضى في المنطقة الغرض منها إزاحة الخطر عن دولة إسرائيل التي استشعرت خطرا عظيما جدا حينما زال النظام المصري الذي كان موجودا وليس موجودا الآن. فإذا هناك إسرائيل شعر بالخطر، هناك أطراف أخرى شعر بالخطر، هناك أطراف خارجية بتقوم بعملية إعادة رسم المنطقة، كل دول أصحاب مصالح. هل كل دول هم اللي عملوا هذه العملية؟ قد يجوز، أو يجوز إن هم انتخبوا مجموعة من الناس أو في جهة من الجهات التي تتولى هذه العملية للقيام نيابة عنهم في هذا الموضوع حتى تزداد عمليات الاضطرابات الموجودة وتؤثر على الأمن والاستقرار. دلالة طريقة تنفيذ العملية 150 شخص تعاملوا باحترافية شديدة جداً، الحادثة استمرت ل9 ساعات، إطلاق نار متبادل بين قوات الجيش والشرطة من جانب وبين الهجوم المسلح من جانب آخر. هامة جدا لازم نشير ليها، دلالة الاحترافية. سيادة اللواء، بقول لك الاحترافية كمان في حاجة يعني قد تبدو ليست ذات شأن بالموضوع، ولكن حقيقة الأمر أنها ذات شأن بالموضوع. لما نقول أن هؤلاء الناس كانوا لابسين لبس موحد، كانوا لابسين اللبس الأسود، كانوا لابسين التيشيرت الأسود والبنطلون الأسود والغطاء الرأس، وكانوا كلهم يمثلون كأنهم بيقولوا هذا هو أحد الجيوش التي تقوم بعمل ما في هذه المنطقة، وهذا ما يتم في هذه المنطقة من ضخ الغاز وإلى آخره، أو المحبوسين في داخل القسم دول إحنا مش عاوزينهم يكونوا بهذا الشكل. فيجب ان احنا نراعي ان نشوف كل هذا الكلام. لو تستبعد ان هي تكون فكر القاعده بشكل او باخر هو ما وراء هذه أنا العمليه، لا استبعد اي جهه من الجهات. اذا كنت عايز تحديد نقدر نقول ان قد يكون وراءها اسرائيل، قد يكون وراءها تحالف من التحالفات التي لها رغبه في، ولاحظ حضرتك حاجه مهمه جدا في المرحله اللي جايه، ان هناك عرض لقضيه فلسطين على الامم المتحده للحصول على اعتراف دولي بفلسطين. هل هذه العملية لها علاقة بهذا الموضوع؟ نشوف. الناس بتتكلم على دحلان،
الناس بتتهم دحلان بالاسم. وهو طلع ونفى الكلام ده. ما انا بقول ايه تمام. انت عايز بقى يعني بعض التحديد، وانا بقول لك بعض التحديد. بعض الناس يتحدثون على ان هناك خلافات بين دحلان وبين ابو عباس، وان هذه الخلافات كذا وكذا، وانهم دخلوا بيته وفتشوا بيته وهو موجود والى اخره، وانه صاحب مصلحه في ان يثير القاهره او يثير مصر ضد الفلسطينيين الاخرين، فهذا امر من الامور الاخرى التي يجب ان نضعها في الاعتبار. فاذا الاحتمالات كثيره جدا. اللي انا بقوله بقى ان هذه المره الذين تم القبض عليهم هؤلاء سوف يقودون بلا ادنى نوع من الشك الى بدايات الخط اللي هنعرف منه بالضبط من الذي قام بهذه العمليه، وما هي المخططات اللي تمت، واين تم تدريبهم، واين حصلوا على السلاح، كل هذا كلام. لماذا سيناء سياده اللواء؟ لماذا سيناء هي دائما التي يحدث فيها منذ فتره مثل هذه العمليات الاحترافيه؟ ما انا قلت في الاول ان الجهات الموجوده في هذه المنطقه اكثر من جهه بعيدين عن بعضهم البعض. عندنا الجزء الخاص بسيناء وعرب سيناء، وانا لا اتصور ولا اتهم عرب سيناء، لان في بعض الناس تقول والله عرب سيناء لهم دخل بهذه العمليه. انا من الناس الذين لا يعتقدون ان عرب سيناء بالتحديد لهم دخل في هذه العمليه، لكن الذين لهم دخل بهذه العمليه اصحاب المصلحه الذين قد ياتون من جهات اخرى الى سيناء قبل هذه العمليه. ولاحظ حضرتك ان سيناء مرتبطه باتفاقيه السلام الموجوده بين مصر واسرائيل، وان المنطقه اللي بتحصل فيها هذه العمليه هي المنطقه جيم، منطقة ألف اللي فيها جزء محدود من القوات، المنطقة به اللي موجود فيها الخاص بحرس الحدود، المنطقة جيم اللي موجود فيها الشرطة. فإذا المنطقة جيم اللي هي موجود فيها هذه العملية ليس هناك قوات كافية تستطيع أن تسيطر على كل شيء، ولذلك المسؤولين عن أمن هذه المنطقة كل الجهات الداخلة في الاتفاقية اللي تم توقيعها. إسرائيل مسؤولة، مصر مسؤولة جزئيا، وأيضا غزة، قطاع غزة مسؤول عن هذه العملية. هل من الممكن أن يحدث في الفترة القادمة تفاهم بين مصر وإسرائيل لزيادة عدد القوات في المنطقة جيم لحمايتها بشكل أو بآخر؟ قد يكون. هو طبعا حصل قبل كده عدد من الاتفاقات اللي بناء عليها تم زيادة القوات بشكل أو بآخر، لكن الاتفاقية في أحد بنود أعتقد بند 5 على ما أتصور بتقول ان قد يجوز التفاوض بعد 5 سنوات من توقيع الاتفاقية، وطبعا 5 سنوات انتهت سنة 84، انه بعد 5 سنوات من التوقيع على هذه الاتفاقية يجوز للاطراف الموقعة عليها ان تعيد التفاهم وتعيد التباحث مرة اخرى لاعادة يعني اعادة النظر في القوات الموجودة. واحنا كان عندنا فكرة الحقيقة فترة من فترات ان احنا عاوزين شوية من قوات تيجي سينا، مش لأي حاجة اكتر من ان احنا عاوزين كنا غرب القناة عشان عمليات الاستثمار والتنمية والى اخره، ولكن في ذلك الوقت القيادة السياسية ما سمحتش بها. حصلت حاجة بسيطة اثناء القيام بهذه العملية من قبل المنفذين، حاولوا تحطيم تمثال للرئيس السابق أنور السادات في أحد ميادين العريش. يعني أو حطموه. هل لهذا الأمر دلالة معينة أو هو لفت للأنظار بعيدا عن حقيقة الأمر؟ يعني قد يكون ده يعني، بس برضو إحنا يعني أنا مش من الناس اللي عايز أحمل الأمور أكثر من طاقتها. طبعا السادات هو رمز لعملية السلام التي تمت والاتفاقية سنة 79 أنا بتكلم عليها، وبالتالي قد يجوز هذا، وقد يجوز لأنه هو في الميدان اللي فيه حركة من كل ناحية، إن هو أثناء عمليات الإطلاق وإلى آخره اتضرب غلط، فيجوز ده ويجوز ده، يجوز إن هو اتضرب غلط ويجوز إن هو اتضرب كرمز من الرموز التي الناس بتقول عليها أنه هو الذي تم المسؤول عن عملية توقيع الاتفاقية وهو المسؤول عن هذا الكلام، وبالتالي يجب إن احنا نشيل التمثال بتاعه. فدي ما يعني رمز من الرموز ما أعتقدش يعني إنها في اللي احنا فيه ده كله يعني هتكون لها قيمة كبيرة يعني. نعم أعزائي المشاهدين، ما نراه الآن على النافذة التي بجواري على شاشة الجزيرة مباشر مصر هي لقطات لهذه العملية التي استهدفت قسم ثاني العريش، والتي حصلنا عليها عن طريق المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت. أعود مرة أخرى لسيادة لواء دكتور أحمد عبد الحليم، عموما تقييمك للحالة الأمنية في مصر بشكل عام في هذه الأيام وبشكل خاص في سيناء؟ دي عايزة شوية شرح. تفضل. لأن الذي حدث في يوم 25 يناير عملية كبيرة جدا. دائما ما يترتب على مثل هذه العمليات والتغيرات الجذرية التي تتم داخل الدولة بهذا الشكل
أن يتم أن يكون هناك بعض الاضطرابات، وبالتالي فهناك لا جدال، هناك اضطرابات وهناك الاحتجاجات اللي بتتم والمليونيات اللي بتتعمل وإلى آخر من هذا الكلام، وهناك توقف في عمليات الاقتصاد وتوقف في البورصة وإلى آخر. فهذا أمر يجب أن احنا نكون مقرينه، ولكن إذا بصينا للجدول الزمني الذي تم إقراره هنجد أن هذا الكلام من المفترض أن ينتهي بنهاية هذا العام، فعلينا أن نقبل هذا. الذي يحدث في الداخل إلى حد ما محكوم، ولكن في مرتين في حالتين بس حاول يخرج عن هذا الموضوع ثم عاد مرة أخرى. المرة الأولى حينما تم الاستيلاء على مجمع التحرير وتم توجيه بعض الناس إلى قناة السويس، وكان التهديد ب يعني حتى نكون أكثر دقة، تم إغلاق مجمع التحرير. إغلاق؟ لا، ما هو استولوا عليه. تمام. ما هو إغلاقه يعني عملوا إيه؟ يعني استولوا على المجمع وما دخلوش حتى، مش ضروري يطلعوا يحتلوا فوق يعني، ما فيش حاجة. تمام. فوق فيه. تمام. لكن على أي حال تم الكلام دوت، وتم التوجه إلى محاولة لغلق قناة السويس، وكان هناك تهديدا آخر بإيقاف خط مترو الأنفاق وإيقاف كوبري أكتوبر. لكن الحمد لله تم هذا السيطرة على هذا الكلام، وتم اقتناع الموجودين داخل الميدان بأن هذا الأمر خطير، وأنه يؤدي إلى عصيان مدني، وأن هذا العصيان له نتائج كثيرة جدا. فده أول حدث يتم بهذا الشكل. الحادث الثاني الذي خرج عن النطاق وتم أيضا السيطرة عليه هو تحرك الناس من ميدان التحرير إلى العباسية، والخلافات التي تمت في ميدان العباسية في محاولة للوصول إلى وزارة الدفاع وإلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللي حصل قدام جامع الفتح الموجود في العباسية. فدول المرتين، عدا ذلك مسجد النور. نعم. سواء في القائد إبراهيم اللي موجود في اسكندرية، أو في سواء اللي بيتم في ميدان التحرير، أو حتى في القاهرة في أماكن أخرى زي روكسي وزي جامع مصطفى محمود وإلى آخره، كله بيتم في النطاق المسموح به اللي هو الشعب يعبر فيه عن إرادته. لكن الخطورة في هذه العملية أنه ليس هناك رأسا واحدة تعبر عن مطالب كل هؤلاء الناس، زي ما قلت لك أن هناك عدد كبير جدا من الائتلافات، ولكن على هؤلاء الناس أن هم يصلوا إلى تكوين الرأس التي تسمح به أن تكون هي التي تحكم الحركة لهؤلاء الناس كلهم حتى يكون هناك نوع من السيادة. لكن ما يحدث عادي جدا، ولو قلنا لو شفنا الذي حدث في فرنسا على سبيل المثال نجد أن الاضطرابات استمرت في فرنسا 17 سنة حتى وصلوا إلى الاستقرار والنظام الجمهوري الذي وصلوا إليه، قعدوا 17 سنة في، احنا طبعا مش هنصل الى هذا الحد، ما نقدرش نستحمله الكلام ده كله، لكن على الاقل احنا قلنا عندنا يعني فكره. انا اراك راض عن اداء جهاز الشرطه في الفتره الاخيره. انت بتفتح موضوعات عايزه شرح. اتفضل لك كل الوقت. اتفضل. لان جهاز الشرطه النهارده بيعمل في بعض الاطر وبعض الحاجات التي لا تسمح له بان يمارس حقه بالشكل المطلوب. في هناك نوع من العداء ناحية الشرطة منذ 25 يناير، وهناك عدم ثقة في الشرطة، والشرطة نفسها لا تحاول أنها تضبط الأمن ضبطا كاملا، لأن حيفسر هذا الكلام تفسيرا خاطئا من 173 ائتلاف الموجودين. فكأن الشرطة رغم كل، أنا رحت قابلت الناس في الشرطة ولا تتخيل هم كمان يعني إيه اللي جواهم وإيه اللي مش عارفين يعملوه وإلى آخره. الشرطة إذا كانتش بتؤدي عملها كما يجب، الذي سيجعلها تؤدي الأعمال كما يجب مرة أخرى هو ثقة الناس بيها مرة تانية. ما نفضلش على طول حاطين إيدنا ونقول دول خونة والناس خونة وما عرفش مين إيه والفلول والكلام، الكلام بتاع ده كله، كل هذا الكلام هيؤدي إلى عدم استقرار في الأوضاع الداخلية بما يؤثر على علاقات مصر حتى في الخارج في كل اتجاه. فهذا الكلام الشرطة ما نفضلش أن نتهمها بحاجة أكثر منها تخشى أن يساء تفسير أعمالها، فعشان كده. لكن راضي عن مجمل أدائهم في الفترة؟ ما أقدرش أقول راضي، إن هو بيؤدي أقل من المطلوب. نعم. ولكن أنا بقول التبريرات اللي أنا شايفه هو ما بيؤديش بيها مقبولة، يعني مقبولة. لأن هو تصور أنت مثلا لو كان الشرطة تعرضت للناس اللي اتحركوا في ناحية المجلس العباسي، كان حصل إيه؟ كان حصل تكرار للكلام اللي تم في 25 يناير، وقال لك القناصين والشرطة وضربوا الناس وإلى آخره من هذا. في نوع من الحذر في التعامل مع الناس.
الوعي هو المطلوب للناس كلها، يعرفوا ان مصر النهارده بتاعتهم بتاعت الناس كلها. سيادة اللواء، بما انك عضو في المجلس المصري للشؤون الخارجيه، المشهد الذي رايناه بالامس في ميدان التحرير والصبغه الاسلاميه التي اصطبغ بها الميدان بالامس من قبل التيار الاسلامي في مصر، هل لها تاثير على رؤيه الامريكا والاتحاد الاوروبي بشكل او اخر للثوره المصريه؟ انا هنظر لها من وجهه نظر تاني. يعني انا الوم الحركات الاخرى التي غادرت ميدان التحرير. كان لا يجب ان يغادر ميدان التحرير الحركات الاخرى عشان يتركوا الميدان لاتجاه ما ايا كان هذا الاتجاه، اتجاه اسلامي او اي اتجاه اخر، كان لا يجب ان يكون هذا، لان كان المفترض ان الناس الموجوده في ميدان التحرير بفئاتها المختلفه هي مجموعات متنوعه من الناس يجب عليها ان تصل الى نوع من الاتفاق. فهذا الكلام يجب ان احنا نشوفه. لكن الاسلام في حد ذاته او الحركات الاسلاميه او الاخوان، والله اذا الشعب انتخب الحكومه بهذا الشكل يتفضلوا، واذا ادوا اداء جيدا هينتخبوا مره ثانيه. القوى الكبرى ستقبل هذا. مين ادي قوى كبرى؟ امريكا. ده هذا امر داخلي ما ليس له علاقه بالقوى الكبرى، والا هنفضل طول عمرنا يعني مربوطين برقبتنا في القوى الكبرى. ده امر داخلي خاص بينا احنا. اذا كان هناك استقرار وكان هناك انتخابات حره والشعب رأى ان هو كده، يعني ايه اللي هيحصل؟ وبعدين خليني اقول لك حاجه، سر يمكن اقوله اول مره، رغم ان هو ده من سنه يمكن 91 او 92، وكنا في الولايات المتحده الامريكيه وكنا رايحين علشان بعض الامور. كان وقتها في مصر في مجموعه الانفجارات والتفجيرات والى اخره اللي كانت موجوده في مصر، الحركات الاسلاميه والى اخره. مش هضيع وقتك كتير، لكن لما رحنا هناك سالنا الامريكان سؤال، هل لكم علاقة بالجماعات الإسلامية الموجودة في مصر الآن وتقوم بهذه الأعمال؟ قالوا أي، قالوا نعم، لنا علاقة بكل الحركات الإسلامية، لأن احنا لا نستطيع أن نغامر مرة أخرى بأن احنا ما يكونش لنا علاقة بهذه الجماعات. وبص لاقي حصل حاجة زي اللي حصل في إيران، ولاقي جماعة من دول وصلت إلى الحكم وأنا ماليش علاقة بيها. نحن دولة عظمى لنا علاقة بكل الحركات. فكأن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل الحركات الموجودة في مصر وغير مصر ودول أخرى كثيرة جدا موجودة، وهم اعتبروا أن دوت نوع من الأمن لهم حتى لا يفاجأوا بحركات تصل إلى الحكم وهم مش على علاقة به. النهاردة لما تبص، طبعا أنا عشان عارف الحكاية دي ببص لمجموعة من الأخبار التي يتم إذاعتها كل فترة وأخرى عن التصريحات الإسلامية ناحية أمريكا وعن العلاقات التصريحات الأمريكية ناحية الحركات الإسلامية، هتبص تلاقي ماشية في هذا الخط. فما نقدرش نقول ان امريكا مش على صلة بحد، لا، على صلة بكل حد من دول. اشكرك شكرا جزيلا سيادة لواء دكتور احمد عبد الحليم، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. اشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء، كما اشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.